الله يا عادل، صور عيلتكم حلوة قوي، فظيعة فظيعة. عارف بتفكرني بإيه؟ إيه؟ بتفكرني بالقطيع. وانتوا برضو صور عيلتكم جميلة، فظيعة فظيعة فظيعة. عارفة بتفكرني بإيه؟ إيه؟ عارفة الشراب المقطوع اللي كان ضاع مني من فترة طويلة كده؟ ماله؟ مش لقيته امبارح الحمد لله؟ لقيته. ومين ده يا بابا؟ ده؟ ايه ده؟ الصورة دي ايه اللي جابها هنا؟ انا كل ما ارميها ترجع لي تاني ولا ايه؟ يا سناء ازيك؟ الحمد لله كويسة يا حبيبتي. الصورة دي بتاعت بابا وهو صغير لما كان بيستحمى في النافورة بتاعت الحديقة الدولية. طب يا بابا، هو انت ليه كنت بتستحمى قدام الناس كده؟ لا يا حبيبتي، انا كنت بوري يعني الاطفال ان الحمى دي حاجة كويسة جدا، لان انا كنت قدوة بالنسبة للاطفال كلهم يعني. طب ما تاخدنا انا وماما نروح نستحمى هنا؟ لا، ماما ممكن يجي لها برد من الحديقة الدولية. عادل، مين ده يا عادل اللي ماسك عصاية ده؟ ياه، دي كانت ايام. ده جدي، وكان على طول بيضربني بس انا ما كنتش بسكت له. يا سلام، كنت بتعمل له ايه بقى؟ كنت باجر منه على طول. الله يرحمه بقى. الله يرحمه، ده ايه، ربنا يديله الصحه وطوله العمر. يا سلام يا سلام، ده عامل زي الفرس الرماح. فرس رماح ايه؟ هو لسه عايش؟ امال بقاله فتره طويله ما رنليش يعني. معلش يا حبيبي، ما انت عارف ان هو بيتنقل من بلد لبلد، وبقاله 5 سنين دلوقتي في المغرب، والدقيقه غاليه موت. دقيقه غاليه ايه؟ ده كان بيرنل انا اللي كنت بكلمه يعني. دقيقتي يا ماما. ماما، هو ليه جده مش عايش معي؟ بكره براءه الاطفال، بكرهها. اهلا وسهلا بيه يا حبيبتي في اي وقت. اهلا وسهلا بيه فين؟ يعني هتديني نص السرير بتاعك ولا ايه؟ جرايه عادل، هو جدي ولا جدك؟ اهو نفرشته في المطبخ. مطبخ؟ مطبخ يا حبيبتي يا بواقي الاطباق انتي؟ ده انا ابويا بيشتغل بقاله 55 سنة بره، يعني يوزننا كده ذهب. يوزننا ذهب؟ الا ما شفنا منه ربع كيلو ذهب، تمن كيلو ذهب. هو بس يا ماما كلامه خلاص، ولا هو زعلان منك مثلا وبيعاقبك؟ ابويا عمره ما قصر معايا، ده دخلني مدرسه الابجديه بنات، احسن مدرسه في الكفر. قصدك بقى الابجديه حروف مش بنات يعني. لعلمك بقى، جدنا ده كان بخيل جلده، ده على كده عنده ملايين مولفه. فعلا ملايين مولفه على بعض، يعني تلاقي الجنيه مولف عن نص جنيه، ويعني مثلا الجنيه عمره ما يقول للنص جنيه يا نص جنيه يا مهربد، ولا مثلا نص جنيه يقول للجنيه اللي مالكش قيمه. لا 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 لا، ملايين مولفه على بعض، مش كده ولا ايه؟ يا ابني اللي انت بتقوله ده، انا اقصد اقول ان هو حلو كده وماسك نفسه، يعني انا اقصد اقول ان في الصوره اللي انا اديتها لك دي كان عمرك 12 سنه وهو كان شكله كبير، معناها ان هو دلوقتي معدي السن يعني وبقاله خطوه انت قصدك ان فاضله سلمه يعني. يا رب يا رب، ابني له دور زياده في الجنه ان شاء الله يا رب يا ماما. وانا حاسه ان جدي تعب من السلم وتعب من هنا ومحتاج يريح شويه هناك. يا حبيبي يا بابي، يا رب يديك الصحه وطوله العمر يلي ماليش غيرك في الدنيا. ما هو واضح اهو يا ماما ان ربنا مديله الصحه، احنا عيله معمره، واضح انها بتعيش لأتفه الاسباب. إيه المهم يعيش براحته ان شاء الله يعني، وربنا يديله الصحه وطوله العمر وكل حاجه، بس يعيش مستقل يعني بعيد عننا يعني. تفتكر انه هيعيش في الزريبه دي؟ ده لو بابي جه، لو جه مش هيقعد هنا ابدا. لا لا لا، ده هيبني له قصر زي بتاع فيلم العار كده. انا ما بحبش الفيلم ده، الاخوات بيتخانقوا فيه بسبب رؤى. لا، هم ما اتخانقوش بسبب رؤى، هم اتخانقوا بسبب ان حسين فهمي ما كانش عايز ينزل الميه بالليل لو تفتكروا الفيلم يعني، وكان بردان وجات له رعشه كده اهو، وخايف بقى تقريبا من اللي هو الاسماك المتوحشه اللي في الميه، مع ان ما فيش اسماك متوحشه يعني في اسكندريه خالص يعني. وبعدين السباحه هو كمان اكيد ما كانش بيعرف يعوم كويس، عشان كده يا ياسمين بقول لك لازم تهتمي بدروس السباحه. يعني هشتركلي في النادي؟ هتشترك لي في النادي؟ هو انتوا طبخين ايه النهارده بقى يا ماما؟ انا مش شامم ريحه شياط ولا حاجه النهارده يعني. بابا، هتشترك لي في النادي؟ يا ياسمين، ما انا اشتركت لك في المدرسه، انت عايزه اشتراكات وخلاص؟ هتعملي ايه بكم الاشتراكات والكرنيهات اللي هتمشي بيها في الشوارع دي؟ ما فيش اشتراك في نوادي، هو المدرسه كفايه كده. يا حبيبي يا بابي. ماما، الطفله المعجزه. عليكم.
بيكم السلامة دولة. يلا ايه اللي بيضحكك كده؟ امسك يا عم جالك جواب يا دولة. يا سلام، جواب بيزغزغك قوي يعني بيخليك تضحك قوي كده. هتقعد تقراه دلوقتي وتعرف وتعرف. ولا رمزي، انت قريت الجواب ده ولا ايه؟ ايه يا دولة، عادي يا عم. وبعدين مش انا هنا هو يعني بمثابة ابن عمك. بمثابة دي الكلمة دي مش بتاعتك، أكيد قريتها في الجواب، أنت أول مرة النهاردة تقول بمثابة دي. يا دولة يعني بمثابة عم، يعني كأن مش شيئا لم يكن يعني. اقرا يا دولة، اقرا وهتعرف دلوقتي. اقرا واعرف. ولا أنت عرفت الكلمة دي، وما دام أنت بتقول لي اقرا وهتعرف يبقى أنت أكيد قريت، أنت قريت الجواب ده يا رمزي. يا دولة، يا دولة وربنا ما قريته يا عم، أنا سمعته بس. سمعته ايه؟ هو سيدي مبعوج جوه؟ لا يالا ولا انت مدام ضحكت او كده يبقى اكيد الجواب ده فيه حاجه اذيه ليا، صح؟ صح ان شاء الله. صح صح ان شاء الله. في ايه يالا؟ في ايه يا دوله بقى؟ بص لو مكسل تقراه يا عم هروح ابعت للواد فتله يجي يقراه لك. ده هو قراه زي البرابانت في القهوه قدام الناس كلها دوله، والناس قعدت تسقف وتضحك، ده انا سايبهم بيضحكوا دلوقتي على القهوه. يخرب بيتك، انت بتخلي الجوابات الشخصيه تتقري في القهوه يالا، انت اتجننت. طب وايه يعني يا دوله؟ عادي يا عم، ما الواد فتله وحته صبيان المعلمين كلهم بيقعدوا على القهوه ويقعدوا يشتموا بقى المعلمين ويقعدوا. امال يعني المعلم او انت؟ لا ده لازم يتشتم يا دولة ويتقطع فروته. وبعدين انت دولة سيد المعلمين. يا سلام، بتشتمني وبتثبتني في نفس الوقت. يا ده ايه الحلاوه ده، انا هبهدلك النهارده. اصبر اصبر. يا دولة بقى والنبي بقى ما تقطعش عليا ضحك يا عم بقى. اقعد اقعد يلا، اقعد اقرا كده وتسمعني علشان اقعد اضحك. ويا دولة والنبي ركز شويه على الكوبليه اللي هو بتاع وسأأتي قريبا. سأأتي قريبا بتضحكك. يلا 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 اطلع بره، يلا اطلع بره. ماشي ماشي، انا هفرجك. ايه ما ربيتك يا رمزي؟ ماشي يا دول، انا الحمد لله بقى ان انا صورت 50 نسخه، 49 نسخه وزعتهم على القهوه على الناس والبازارات، ومعايا نسخه متشفره يا دول. يا دول اطلع بره. استغفر الله العظيم. انا ناقص وسأأتي قريبا. ماشي يا رمزي ماشي. يا نهار اسود، سقاتي قريبا سقاتي قريبا. الحمد لله بابي جاي، الحمد لله سندي وعزوتي جاي. عارفه يا ياسمين بابي جاي؟ ايه بابي جاي؟ بابي جاي هيجيب لك معاه حاجه حلوه يعني يا ماما؟ لا لا، هيجيب لك شويه بنجر بتينو من البلد دي. فشرتي يا اللي من غير بابي. يا قلبي انا حاسه باليتم، انا يتيمه. يا ستي في يتيمة؟ انت جاي تكتشف النهارده انك يتيمه؟ الله يرحمهم، دول ماتوا من زمان جدا، وبعدين حاسه باليتم اوديكي ملجا يربوك. خلاص وده هيقعد فين بقى ان شاء الله؟ هو احنا ناقصينه؟ يقعد مطرح ما يقعد، الشقه كلها بتاعته. بقول لكم ايه، انا ماليش دعوه ماليش دعوه، السرير بتاعي محدش هيقرب له ولا ينام فيه. وبعدين انتوا ليه فاكرين ان هو هيجي يقعد عندنا؟ يمكن جاي يزورنا ويتكل على الله. وانت ما يعني ما سمعتيش الجواب؟ اما انا قريت لكم 100 مره اهو اهو، ادي الجواب اهو. طب اقراه تاني كده خلينا نحلله. حاضر يا دكتوره التحاليل. حاضر. بص بديها غباوه ازاي. ازيك يا بنت يا انعام؟ بخير يا بابي. يا بنت ويا بابي، تركب ازاي دي؟ اي المهم يعني بيطلع حاجات عجيبه عندنا في العيله. المهم انا جاي اعيش هنا، اعيش معاكو في بيت الواد الهفق اللي اسمه عادل، اللي انت يا انعام شاريهوله بفلوسي، لان انا ما لقيتش الفلوس على الارض، واللي مش عاجبه يحط راسه مطرح ما يحط رجليه. راسه مطرح ما يحط رجليه؟ دي حركه صعبه قوي. ده بيقول حاجات مستحيله اصلا. سأأتي بقى اكتر كلمه مضايقاني. سأأتي قريبا، ابعتولي العنوان، المحب لكم دائما جد رواش.
ده بقى مش جاي يزورنا، ده جاي يكتم على نفسنا. ده لو بعتنا له العنوان، بس احنا ممكن قوي ما نبعتلوش العنوان، او ممكن نتوهه او نبعتله العنوان غلط. بس ده يبقى كذب، والكذب حرام. بصي يا ياسمين يا حبيبتي، جده لو جه هيطلعك من اوضتك وينيمك في المطبخ. بابا مش انت قلت لي في حاجه يا بابا قبل كده اسمها كذب ابيض؟ كذب الابيض، وده هايل ما شاء الله. طب ده شكله ايه؟ كذب الابيض ده بالظبط عامل زي اللي احنا عايزين نعمله مع جده كده، وفي كذب تاني مدور ده هنعمله مع تيتا بعدين ان شاء الله. طب يلا نجرب. انا مش مصدقه ان قله التربيه وصلت بيكوا للدرجه دي. طب ما جده اولادها اولاد التربيه. ماشي. ايه ده، هو انا قلت حاجه؟ بس يا بنت بلاش قله ادب. شرب انعام، شرب يو. وبعدين لما بتقولي ان الراجل ده عنده فلوس كتير قوي جاي يقعد على قربيزاتنا ليه؟ حنين بنته وحشته جاي يقعد معاها. حنين ايه بس يا ماما؟ حنين ايه؟ انت ناسيه وانت عندك 12 سنه بايده وخلع لك سنتين، جايه النهارده تقولي حنين؟ وبعدين يا ماما احنا بنحب جدي وكل حاجه، بس بنحبه من بعيد لبعيد زي القمر كده، نقعد نبص للقمر بعيد وبنحبه من هو بعيد، ما بنروحلوش. الانسان طلع القمر، ايه رايك بقى؟ يا ماما هنعمل ايه؟ هيقعد فين؟ ما انت شايفه الشقه يا ماما، هيقعد فين؟ يا جماعه انا جالي الحل. خالتي سميحة بتاعت امبابة دلوقتي هي قاعدة لوحدها، وجدي طول عمره بيحبها قوي قوي اكتر منك يا ماما. لا بيحبني انا اكتر منها. يا ماما اسره بيحبكم انتوا الاتنين قد بعض، ما تزعليش نفسك. نبعت له عنوان خالتي سميحة بتاعت امبابة، يجي هو من المغرب على خالتي سميحة ويقعد عندها هناك وما يجلناش. هو ده احسن حل سمعته. الحمد لله الحمد لله يا رب، زحمة وراحت من قلبنا. من فضلك ما تتكلميش عن بابي بالطريقة دي. وات بابي؟ بلد جو بياش عقول اسمها بابي. وبعدين اصلا الكلمه دي ما كانتش طلعت وانت صغيره. يا جماعه لو سمحتوا يعني مش ناقصه ان انتوا كمان تتخانقوا مع بعض، كفايه المصيبه اللي انا فيها. يا خساره، مكتوب علينا نسيب حبايبنا ونقعد مع نصايبنا. جاتكم نيله. نسايبنا نقعد مع نسايبنا؟ مش انتوا نسايبها؟ خلاص يا ستي والنبي، يعني بصوا مش ناقصين مشاكل بينكم وبين بعضيكم، كفايه المصيبه اللي جيالي، كفايه المصيبه اللي جيالي. رانيا هو جدي فعلا يعني هيروح يقعد عند خالتي؟ طيب وانا مطلوب مني ان انا ابعت له العنوان بتاع خالتي مش كده؟ ايوه عادل، وسيبنا نعمل مفضل. بس خالتي سميحة دي اصلا مش سهلة خالص، دي اتجوزت قبل كده 5 ورثتهم بوحشية. بس يا عادل عايز انام. طيب بس ممكن تضحك على جدي يعني لو قعد عندها وتاخد الميراث بتاعه كله، وخصوصا انها خلاص كبرت ما ينفعش تتجوز حد تاني يعني. يلا بكره بقى نبقى نتكلم في الحكايه دي. عادل انت قلت ايه؟ قبل التشخير، الكوبليه اللي قبل التشخير، تضحك عليه وتاخد الورث؟ هو الراجل جدك ده غني للدرجه دي؟ الراجل عمره يجي 100 سنه، وفي الحقيقة العلمية مفيش إنسان باستطاعته أن يعدي حاجز 100 سنة في الحقبة التاريخية الحالية. صباح الخير يا تيتا. صباح الخير يا ياسمين. هو بابا نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مجيدة. صباح الخير يا نعيم. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا تيتا. أيوه عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا خالتو. صباح الخير يا طن. صباح الخير يا نجلاء. هو ابي عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير. صباح الخير يا مجيده. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا عمته. هو عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير يا نوجة. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حماتي. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا سناء. صباح الفل. مامي هو عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير. السلام عليكم. رمزي. هلا رمزي. يا رمزي انت يا زفت يا رمزي. نعم دولة.
خد شد لي التلغراف ده. لا يا دول انا مش هقدر اشد يا عم. بص انا دراعي خد لين من ليله امبارح من شيل التماثيل يا دول. وبعدين على فكره انا هروح اربطها برباط ضغطي دلوقتي. ضغط انت اللي هترفع لي ضغطي. رمزي هتروح مكتب التلغراف تبعت التلغراف ده لجدي. يلا. حاضر يا دول. دول هو قال جدك دهون يعني اكبر منك؟ لا هو من دوري تقريبا يعني، او يمكن حتى كمان انا اكبر منه بشهرين. طب هو دلوقتي يعني عنده كم سنه دول؟ يعني جدي بقى ربنا يديله الصحة يعمل له من 65 ل90 سنة. طب دولة هو يعني ايه يعمل له؟ يعمل له يعني يجيله يعني. مين بقى اللي هيجيله؟ رمزي انا انت عارف يا رمزي ايه اللي مصبرني عليك؟ ايه بقى يا دولة اللي مصبرك عليا؟ ايه؟ تصدق ولا حاجة، ولا حاجة مصبرانة عليك. اطلع بره يا رمزي، اطلع بره، ابعد عن وشي، اطلع بره. طيب يا عم بقى خلاص. دولة هو جدك رواش دون يعني لما هو بعت لك الجواب على البازار هنا على العنوان ده، امال ليه بقى هو عايز عنوان تاني ليه؟ هيجي يسكن في البازار؟ انت مالك؟ يلا اتكل على الله. طيب امال هيسكن فين؟ طيب انت مالك؟ اطلع بقى، اطلع بره. ماشي بقى يا عم بقى، الواحد ما يستفسرش في حاجه. سقتي قريبا، سقتي قريبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه انا ازاي اوافق ان كنتوا تتوهوا بابي؟ يا ماما احنا عارفين ان انت ما وافقتيش ولا حاجه يا ماما. بس سيباكوا تعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. يا ماما يعني احنا سيبناه يبات في الشارع؟ ما هو بيت عند خالتي سميحه في شقتها الشرحه السرحه البرحه دي من وسعها يا ماما، يلعب فيها كوره ويقسم ويباظ ويلعب ماتش كوره هو واصحابه. في اصلا واحد عمره عدى ال 100 سنه بيلعب كوره اصلا؟ انتي اصلا ما تعرفيش جدي ده. بصي جدي ده فظيع، بيلعب كوره وبيلعب كره سله وبيلعب كره باسكت، وفظيع فظيع فظيع. غير بقى الايقاع المائي، غير الباليه المائي، غير الجمباز، غير السباحه العاديه. طبعا دي انشطه كتير جدا. ماما 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 على فكره انت مش زعلانه عشان احنا ادينا جدي عنوان غلط، لا انت زعلانه عشان ادينا له عنوان خالتي، لان انت اصلا ما بتحبيش خالتي وفي مشاكل بينكوا، صح؟ صح يا ماما، حتى بالامانه ما بتكلميش خالتي بقالك 25 سنه. عشان خدت السلسله القلب ام فصين اللي امي اشتريتها لي. قلب وفص ايه يا ماما؟ دي 18 جنيه وفالصو. وبالمناسبه السعيده دي عملت لكم عصير برتقال بالحبيبات فظيع فظيع فظيع، بس صبيت كوبايه واحده ليا. دولة حبيبي حبيب قلبي، زكا دولة يا الواحد تعب من طلوع السلم. زكا دولة انت ايه اللي في ايدك ده؟ دي كوبايه عصير يا دولة. لا يا لا اللي في ايدك التانية يا غبي. لا يا دولة دي بقى الشنطة الصغيرة اللي جدك رواش قال لي خد طلعها يا رمزي وانا هطلع الشنط الكبيرة بقى. وبعدين قال لي كمان انت خيخة باين عليك. يا يعني ايه خيخة دي يا دولة؟ خيخة؟ خيخة دي كلمة محدش بيستعملها من زمان، هي عموما شتيمة بس بالنسبة لك انت تبقى مدح يعني. الراجل ده استدل على عنواننا ازاي يا عادل؟ مش انت اديت له عنوان خالتي يا عادل؟ يا حبيبي يا بابي اخيرا سيلتقي الشتات. انا عايز اقول لكم يعني ان احنا وخالتي واحد يعني. يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني مالوش خير في اهله مالوش خير في البازار. انت ايه اللي موقفك هنا؟ اطلع البازار يلا يا رمزي. لا يا دول انا عايز احضر اللحظة التاريخية دي يعني يا عم بقى، لحظة وصول المومياء. بعدين يا جماعة على فكرة يعني من غير ما تندهش ولا تضايق ولا أي حاجة، قبل ما يطلع جدي هقول لكم بسرعة إن أنا كنت فعلا كتبت العنوان بتاع خالتي، وبعدين إيه لقيت ضميري صحي وقال لي إيه يالا عادل أنت بتستهبل، ضميري صحي وقف لي، ده جدك يالا، يعني الجذور، يعني الأصالة، يعني العراقة، يعني الكرامة، يعني أبو أمك. يعني انا يعني انت يعني على بطنها تنور على صدرها تنور. اطلع من دول، انت بتعمل ده كله عشان الميراث. وفيها ايه يعني؟ انا بضرب عصفورين بحجر، حجر منهم هيجي في ان انا الم جدي وشوتات جدي من الشوارع، الحجر التاني ان شاء الله يضمن لنا حقوقنا باذن الله يعني. يا مامي يا رانيا يا رانيا، انت عموما بعد كده هتشكرين ان شاء الله لما تلاقي نفسك بتصيفي في فرنسا. يا دولة والنبي ابقى خدني معاك يا دولة. ها بس ابقى اقطع لي الفوزيتا يا دولة. يا نقلو يا ان شاء الله جدي بقى هيقطع لنا كلنا الفوزيتا.
الواد الهافه اللي اسمه عادل.